فهي دي كرة القدم بالمناسبة. كرة القدم يعني مثلا نادي الأهلي كسب نادي الزمالك، أو كسب نادي الزمالك في نهاية الدوري 1-0. النادي الأهلي كسب الدوري السنة اللي فاتت اللي انتهى منذ أسبوعين ثلاثة أو من شهر، كسب الدوري فارق عن الثاني اللي هو نادي الزمالك 8 نقاط. 8 نقاط، مش نقطة ولا اتنين ولا ربع ولا تلت ولا نص ولا كورن، لا 8 نقاط. فالنادي الأهلي خد الدوري. خد الدوري ازاي؟ خد الدوري لأنه الأقل أخطاء من ال 17 نادي التانيين. يعني النادي الأهلي الأقل أخطاء من ال 17 نادي التانيين فكسب الدوري. أصل نادي الزمالك كذا، نادي بيراميدز كذا، أصل نادي الزمالك وبيراميدز هما اللي فرطوا في الدوري. ما هو الفريق الكويس، الفريق الكبير ما بيفرطش، أو بيبقى تفريطه أقل. تفريطه أقل. ما هو النادي الأهلي تعادل مع النادي الإسماعيلي. النادي الأهلي السنة اللي فاتت تعادل مع النادي الإسماعيلي وفقد نقطتين. طب ليه الفرق اللي كانت بتنافس النادي الأهلي ما استغلتش وكسبت وعملت وخلت؟ لا، عندها أخطاء، عندها أو فرطت بشكل أو بآخر، وبالتالي تفريط جه. التفريط ده جه في مصلحة النادي الأهلي، وبالتالي هي أخطاء عملتها الفرق ال 17 عشان، والنادي الأهلي كان الأقل أخطاء. وبالمناسبة إن أنت تقلل أخطائك ده مجهود كبير جدا، مجهود كبير جدا جدا، ان انت ازاي تقلل اخطائك. الفرق الكبيره بس هي اللي بتعمل كده. ازاي تبقى متعادل وتطلع تكسب الماتشات اللي جايه كلها؟ ازاي تبقى مغلوب لا قدر الله وتقف على رجلك؟ او حصلت السنه اللي فاتت في مباراه افريقيا، خرجنا من افريقيا اتغلبنا وفرق كبير، وبعد كده كسبنا كل المباريات، كسبنا الدوري بعديه. هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. دايما لما حد يجي يقول لي ايه، اصل النادي الاهلي خد الدوري السنه اللي فاتت كده، لا، عمر ما النادي الاهلي بياخد الدوري كده. النادي الاهلي بياخد الدوري لانه الفريق الافضل والاقل اخطاء. مش ذنبي ان بيراميدز بيتعادل او بيتغلب، مش ذنبي ان الزمالك بيتعادل او بيتغلب. دي حاجه ما تخصنيش بالمناسبه، حاجه ما تعبنيش انا، دي حاجه تعبكم انتوا، انا ماليش علاقه. انتوا اللي فرقكوا لازم تكسب علشان تعدي النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي عمل ايه؟ كسب الماتشات كلها. مستوى اقل فنيا، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، ان ما كانش لسه فتره الاعداد ولا كذا ولا كذا، واتكلمنا في الحاجات دي كتير قوي. ولكن هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. هو ده الفرق اللي بالمناسبه. فجمهور النادي الاهلي من فضل حضراتكم لما حد يجي يقول لكم اصل النادي الاهلي كسب الدوري مش عارف ازاي وكسب السوبر ازاي، الكلام ده كلام مش مظبوط، كلام مش منطقي كمان. لان المنطقيه في الكلام زي ما انا قلت لحضراتكم كده، النادي الاهلي كان الافضل في كل شيء وكان الاقل اخطاء من الفرق الثانيه او الفرق الاخرى، فعشان كده كسب الدوري. النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام نادي الزمالك في السوبر المحلي كان الافضل وكان الاقل. هو ذنب انا ان انت اللي حطيت تشكيل غلط، انا مالي؟ ما تحط يا رب ان شاء الله 10 تشكيلات صح، وانا مالي؟ هي دي حاجه تخصني انا؟ ما تخصنيش، ما تخصش اي حد من جمهور النادي الاهلي. اللي يخص جمهور النادي الاهلي ان احنا عندنا مدير فني وضع خطه محترمه. البشاير بتاعه المدير الفني بتقول ان هو مدير فني كويس، حط خطه، رسم الخطه اللي هو عايزها، جاب اجاييه من اخر الصف، حطه اول الصف وحطه لعبه من اول المباراه، اجاييه جاب جونين، حسين الشحات جاب جون، كسبنا 2. هذه هي كره القدم بالمناسبه للناس اللي ما تعرفش، يعني للناس اللي ما تعرفش كره القدم كده، ان انت اخطاء فانت بتقلل من اخطائك، فالأندية التانية ما بتقدرش تقلل من أخطائها. فأنت الأفضل. كل أندية العالم كده، أو كرة القدم في العالم كده، أي فريق بيكسب فريق بيكسبه
لانه هو الافضل هجوميا ودفاعيا وكل شيء، ولان الفريق الثاني اخطا في اشياء، او المدير الفني في الفريق الثاني اخطا. مش ذنبي، مش بتاعتي على فكره، ليش دعوه ولا تخصني، تخص المدير الفني الاخر. فالكلام اللي بيتقال، النغمه اللي طالعه دي نغمه الحقيقه انا شايفها نغمه مش مظبوطه. وبعدين خدوا بالكم، انا اتمنى ان النغمه دي تفضل موجوده، ما عنديش مشكله، خلي الناس تقول كده، ما عنديش مشكله، خلي اللي عايز يقول الكلام ده، خلي اللي عايز يقول الكلام ده يقوله، لانه احنا في النهايه خدنا دوري رقم 41، خدنا سوبر رقم 11، بعد 100 سنه ربنا يدينا ويديكوا طول العمر، الشباب الصغير اللي بيتفرج عليا ويشوف بعد 10 سنين ولا 15 سنه هيقول لك اه ده النادي الاهلي فاز بالسوبر المحلي رقم 11 في 2019 وفاز على نادي الزمالك 3-2. فده هي دي كره القدم، وهي دي اخطاء دايما اي مدير فني جيد بيلعب على اخطاء المدير الفني التاني، وبيلعب ان هو ازاي يكسب. عندنا مدير فني ريني فايلر حط استراتيجيه بناء على ان هو اتفرج على نادي الزمالك وحط الاستراتيجيه دي وقال انا هكسب بالطريقه دي، وقال ان جونيور اجاي هو اللي هيكسبني في مباراه اليوم. ده اللي حصل، استراتيجيته نجحت في هذه المباراه. بالمناسبه ما هي ممكن ما تنجحش في مباراه تانية، ممكن لا قدر الله في اي مباراه من المباريات القادمه ما تنجحش الاستراتيجيه بتاعته، لازم يغير الاستراتيجيات بتاعته خلال الفتره الجايه لو الاستراتيجيه اللي بيبدا بيها المباراه ما نجحتش. هي دي كره القدم، هو ده التكتيك في عالم كرة القدم، أو هو ده اللي احنا اتعلمناه من كباتننا الكبار اللي دايما بيبقوا موجودين معانا وبيحللوا معانا المباريات. فنغمة غريبة جدا، ونغمة تخليك وانت قاعد كده والله بضحك، معلش.